اليوم نحن بمركز سمارت للصحة النفسية والتنمية البشرية، قايمين بمبادرة هي مشاركة مع عيد المرأة العالمي. المبادرة هي توزيع ورود، حوالي 500 وردة حمراء بدنا نهديهم لنسائنا. الهدف من هاي المبادرة هي إشراك النساء بعيد عالمي، وكمان تقديرا لجهودهم بالمجتمع. اكيد دائما عم نسمع كليشة انه النساء نصف المجتمع، فعلا هن نصف المجتمع، وحابين يفعلوا من نشاطهم، يفعلوا من قدراتهم الكامله.